عقله. فوصلنا أو الليلة نتكلم عن إنكار هؤلاء لعذاب القبر، رغم اتفاق جماهير علماء السلف على مدى القرون، إلا ما شذ من بعض أهل البدع على إثبات عذاب القبر. ونعيم. هو نعيم على إثبات عذاب القبر وعلى إثبات نعيمه. هم بالطبع عندما يتكلمون لا تجدهم يقولون إنه نعيم القبر، لأنه دائما يعني إيه يعني يكلم العوام الناس، فهو يقول له عذاب القبر والأقرع الشجاع، ولكن لا يذكر نعيم القبر. ليه؟ لأنك أنت لما تذكر نعيم القبر، الأول هو دائما يدخل من باب التخويف، من باب الوعيد، وإيه ده وحاصل فين والكلام ده، فيدخل من دي. فدائما يمكن يقول لك لا يوجد ما يسمى بعذاب القبر. طب لماذا لا تقول لا يوجد ما يسمى بنعيم القبر وبعذاب القبر؟ هو الثابت فقط، العذاب ولا العذاب والنعيم؟ النعيم للمؤمن والعذاب لغير المؤمن، لغير الله العفو والعافية. فالأمران ثابتان. فردوا بعقولهم أحاديث التي تثبت نعيم القبر وعذاب القبر التي في الصحيحين، يعني في أعلى مراتب الصحة، في أعلى مراتب الصحة، ردوها بعقولهم. لكن قبل أن نشير إلى بعض هذه الأحاديث، نقرر كلاما يعني إيه يتفق عليه الجميع. هذا الكلام، نحن عندنا عالم المشاهدة وعالم الغيب. عالم المشاهدة اللي هو نستطيع أن نقف عليه بحواسنا، أرى، أسمع، ألمس، مش كده، أشم. فدي إيه؟ عالم المشاهد. وفي عالم الغيب بقى، أنا لا يعني لا أرى ولا أسمعه ولا أشم ولا ألمسه. طيب، ده العقلاء جميعهم يتفقون على ذلك، أنه يوجد عالم مشاهدة وعالم غيب. طيب، عالم الغيب ده غائب عن حواسنا، فكيف يصل الخبر هذا العالم إلينا؟ لابد من أن ينتقل إلينا عن طريق ثقات ينقلون إلينا ذلك. فالذين نقلوا إلينا بعض مشاهد عالم الغيب هم من؟ هم الرسل الأنبياء، هم الرسل والأنبياء. فهؤلاء هم الذين أطلعونا على ما لا نراه أو يعني إيه بحواسنا. يبقى نحن متفق العقلاء جميعهم على ذلك، إن في عالم مشاهدة وفي عالم غيب. كيف السبيل إلى معرفة ما في عالم الغيب؟ هو لابد من أن يأتيك خبر من 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 الوحي، من الرسل الأنبياء، من الله ورسله، يخبرونك ببعض ما في عالم